مساج القولون والأمعاء، خاصة من اللي يعانون من القولون العصبي، وهذا يخليك تتحرر من الطاقات السلبية المخزنة في هذه الأماكن. وطبعا تضع النية وانت قاعد على كرسي الحمام، وطبعا يفضل أن أصابع يدك اللي قلنا نحن مليانة طاقة، طاقة الريكي، تلامس مباشرة جسمك وانت قاعد على الحمام وهذه الأماكن، وتبدأ تضع النية وتحرر الطاقات السلبية التي توجد في هذه الأماكن وتخرج إلى الخارج، وبالتالي تستفيد من هذا الوقت وتحرر الطاقات السلبية من جسمك ومن جسدك ومن أعضائك اللي موجودة في هذا المكان. ووضع النية مهم جدا. وإذا بغيت تستخدم كذلك ممكن تستخدم فوطة وحبذا يكون لونها لون أصفر، لون شاكرة ظفيرة شمسية، وتعمل دوائر نفس الأماكن.